هما في الزبيلة كيتمحوروا حول الاستراتيجية الوطنية ديال الشركة الملكية تشريعية فرنسا اللي تتمنى واللي تتمنى هذا القطاع اللي كنقدر نخص انا جوج ديال المحاور الرئيسية مربي الخيول وأصناف الخيول اللي كتربى في المغرب. جوج المحاور هما اللي كنطوروا وأصناف الخيول اللي عندنا هما خمسة رئيسية اللي كنطوروا الإنجليزية العربية والعربية. هادو كيطوروا عندهم سباقات ديالهم عندهم مسائل ديالهم مطورة، ولكن كاين واحد جوج أصناف عزيزة علينا حنا بزاف في الشركة الملكية ديال فرنسا وكنهتم بها لكن ما بالها لأن علاش لأن كنعتبروهم أصناف وطنية وطنية اللي هما البربري والعربي البربري. لذلك كيف ما ذكر السي عمر مزور بلا الانطلاقة ديال لوسونتر دو ترانسفير اونفيرونمون في كنس نقل الأجنة من الفراسات اللي كيغطيو الأجنة ديالهم وكيمشيو الفراسات اللي كيستقبلو هاد الأجنة باش نطوروا من ناحية الكم ومن ناحية الكيف ديال هاد الصنف البربري. كذلك 2017 عرفت النسخة الأولى من المنطقة الوطني للخيول البربرية والعربية البربرية اللي هو بالنسبة لي عرس ديال هاد الأصناف هادو. علاش؟ لأنه كان فيه سباق ديال الطواف، كان فيه القفز على الحواجز، كان فيه المزاد بالبيع بالمزاد العلني، كان فيه الشامبيونا ديال العربي البربري والمباراة النهائية ديال الخيول البربرية. يعني هذاك الشيء كله كان في ذاك المنطقة.